النهارده كلامنا عن المواصفات، الكلمة اللي يمكن الناس كتير أوي لما تسمعها تفتكر فيلم ماتريكس مثلا، أو يترعب ويحس إن هو هيقوم بعمليات حسابية صعبة وكتيرة ومعقدة، مع إن نقدر نقول ببساطة إن الكمبيوتر أصلا بيحب المواصفات، وكل الشغل اللي أنت شايفه على الكمبيوتر ده أصلا جاي على مواصفات. يعني كمثال بسيط خالص، لو خدنا الشاشة اللي أنت بتتفرج عليها من خلالها سواء كانت شاشة اللابتوب أو شاشة الموبايل، أنت شايف الشاشة دي عبارة عن جدول من ما يسمى البيكسلز أو البيكتشر إيليمنتس، ودي عبارة عن نقط موجودة على الشاشة، كل نقطة بتاخد درجة لون معين. أهو النقطة أو الشاشة الكبيرة اللي أنت شايفها دي ما هي إلا عبارة عن مصفوفة متخزن فيها قيم للألوان والدرجات اللي أنت شايفها قدامك. المصفوفات يا إخوانا مهمة لأن الكمبيوتر كله جايم عليها، والمصفوفات مهمة لأن هي أفضل وسيلة رياضية لتخزين البيانات، وكمان نقدر نعمل عليها عمليات زي ما هنشوف إن شاء الله تعالى فيما بعد. الفيديو ده يعتبر هو الجزء الثاني لمبادئ الجبر اللي إحنا اتكلمنا عنها، والنهاردة بنتكلم عن نوع من الجبر اسمه لينير الجبر، والنوع ده مخصوص بما يسمى المصفوفات. ده الموضوع اللي إحنا هنتكلم عليه النهاردة، هنتكلم عن المصفوفات أنواعها، وكمان هنتكلم على العمليات الحسابية اللي نقدر نعملها على المصفوفات. أتمنى يا رب تكونوا جاهزين، كل واحد معاه الورقة والقلم بتاعته عشان نبدأ نشتغل على طول. يا اهلا وسهلا بيكم في الجزء الثاني في الرياضيات اللي هي تهم عالم البيانات، والنهارده بنتكلم عن نوع ثاني من الرياضيات اللي هو النوع بتاع اللينير الجبر او ما يسمى الجبر الخطي، واللي هو مخصوص بموضوع اسمه المصفوفات، ويمكن معظمكم سمع عنه قبل كده. تعالوا النهارده نبدا نتكلم عن المصفوفات، نعرف ايه الانواع بتاعتها، وفي نفس الوقت نتعلم ايه الاوبريشنز وايه العمليات اللي اقدر اعملها عليها. زي ما يمكن وضحنا في المقدمه، المصفوفات يا اخوانا هي عباره عن مجموعه من الارقام اللي بتكون من صفوف واعمده، والفكره الاساسيه في المصفوفات مش ان هي جاست بس ان هي بتجمع الارقام، لا، الفكره الاساسيه انك تقدر كمان تعمل عمليات على الارقام دي، وتقدر تغير في قيمه معينه جوه المصفوفه. يعني ببساطه كان عندك جدول، والجدول ده انت بتختار قيمه معينه فيه وبتقدر تعمل عليها العمليه اللي انت عاوزها. ده ان شاء الله تعالى هنتعلم. المصفوفه بتكون من صفوف واعمده، حاجه مثلا زي 5 سالب 3 12 4 20 3 تاني، مفيش ادنى مشكله. دي احنا بنسميها الصفوف روز، ودي بنسميها الاعمده كولوم. لما انا بقول ان الروز دي انا ممكن ادي لها قيمه مثلا ولتكن ان، والكولومز مثلا ام، يبقى انا عندي المصفوفه دي ان في ام. يبقى احنا مثلا لو خلينا القيمه بتاعت المصفوفه دي مثلا حرف الايه الكابيتال ده عباره عن ان روز في ام كولومز، اللي هي كانها ان في ام. ان في ام عندنا اللي هي 2 في 3، يبقى حجم المصفوفه بتاعتي دي 2 في 3. ممكن بالمناسبه حد يسال، هي المصفوفات ما ينفعش نحط فيها غير ارقام مثلا، والارقام دي لازم تكون قيمها انتجر او قيم صحيحه ما فيش فيها كسور او حاجه زي كده؟ لا ابدا، انت تقدر تحط اي داتا او اي نوع من انواع البيانات اللي انت عاوز تحطها جوه المصفوفه. يعني كمثال مثلا ممكن يبقى عندي مصفوفه زي كده مثلا A بتساوي سالب 3 ودي هنا 2.5 14 20 اي حاجه مثلا، دي اول مصفوفه وليكن ايه. مصفوفه B مثلا ممكن تكون عباره عن شويه حروف A B E مثلا Y اي حاجه مثلا. المصفوفة C مثلا ممكن تكون عبارة عن معادلات، يعني مثلا A زائد B، هنا A ناقص 2 مثلا، B زائد 3 هنا مثلا، B تربيع ناقص 1. مش شرط يا اخوانا المصفوفة بتاعتي يكون فيها ارقام بس، لا، انا ممكن يكون فيها ارقام، وممكن يكون فيها معادلات، ممكن يكون فيها حروف، ممكن يكون فيها اللي انت عاوز تخزنه، اي حاجة انت عاوز تخزنها جوه المصفوفة تقدر تخزنها بسهولة. وتعالوا مع بعض كده نمثل المصفوفه بتاعتنا تمثيل عام، بحيث ان احنا نقدر نفهم اي مصفوفه ممكن تكون بتكون من ايه. لو افترضنا مثلا ان انا عندي مصفوفه وليكن مثلا بنرمز لها بحرف الايه، فالمصفوفه دي يا اخوانا هتكون بتكون مجموعه من الصفوف هنديها الرمز ان، ومجموعه من الاعمده هنديها الرمز ام. مجموعه الصفوف والاعمده دول بيكونوا المصفوفه. فتعالوا كده مثلا نقول ان انا عندي مصفوفه ادي فيها ان صفوف، الصفوف دي هتكون ان والاعمده هتكون ام. لو انا عاوز اشوف العناصر اللي جوه المصفوفه، يعني مثلا لو خدنا اول عنصر عندي وليكن مثلا العنصر ايه، العنصر A ده هيكون موجود في الصف الأول في العمود الأول، فهيكون القيمة بتاعته 1 1. طب العنصر اللي بعده هيكون في الصف الأول في العمود الثاني، هيبقى القيمة بتاعته 1 2، لحد لما نوصل للعنصر اللي موجود في الصف الأول وفي العمود رقم M. لو بصينا برضو على العنصر اللي بعده، فالعنصر اللي بعده هيكون اسمه A21. A21 معناه ان هو موجود في الصف الثاني والعمود الأولاني. العنصر اللي بعده هيبقى A22 لحد لما نوصل للعنصر A2M، يعني العنصر اللي موجود في الصف الثاني في العمود M. كذلك لو نزلنا تحت هنلاقي ان انا العنصر اللي عندي هنا هو العنصر AN من الصفوف وواحد من الأعمدة، صح كده؟ احنا في العمود الأولاني لكن عدد الصفوف اللي احنا وصلنا لها N. كذلك العنصر الثاني هيبقى AN2 لحد ما نوصل لعنصر لطيف جدا اسمه ANFM، يعني ده العنصر اللي احنا بندور عليه، ده العنصر النهائي في المصفوفه اللي هو عند الصف N وعند العمود N.
كذلك لو بصيت مثلا انا عاوز اوصل لاي عنصر، وليكن مثلا عنصر A I J، يعني العنصر اللي موجود في الصف I والعنصر الموجود في الصف J، يبقى انا هقدر اوصل له بسهولة. يبقى احنا كده نقدر نطبق السياسة دي على اي مصفوفة او اي نوع من المصفوفات اللي هيكون عندنا. للتوضيح بالمناسبة، في البرمجة المصفوفة مش بتبدأ من رقم واحد، بتبدأ من رقم زيرو او في العنصر رقم زيرو. ولذلك لما نيجي ان شاء الله تعالى نتكلم في البرمجة خليكم فاكرين المصفوفات بتبدأ من زيرو. طب تعالوا بقى نتعرف على ايه انواع المصفوفات اللي عندي عشان اقدر اطبق عليهم العمليات فيما بعد. نقدر نقول على المصفوفة دي او الماتريكس بشكل عام ان هي 2 dimensional، يعني ثنائية الابعاد، لان في عندنا انواع هنشوفها حالا مع بعض. الانواع دي بيكون ليها ابعاد تانية مختلفة. يعني كمثال مثلا لو انا خدت عنصر واحد وليكن العنصر ده، العنصر الوحيد دي المصفوفة اللي بتتكون من عنصر واحد وليكن مثلا المصفوفة بي بتساوي 3 فقط، يعني ما فيهاش حاجة غير الرقم 3 ده، يعني بتتكون من زيرو صفوف ومن زيرو اعمدة، ما فيهاش غير عنصر واحد بس. المصفوفة دي بيسموها سكيلر، بيسموها سكيلر. في نوع تاني من المصفوفات وهو برضو تجربة من التجارب دي، التجارب بتاعتنا، ما يسمى بالفيكتور. الفيكتور ده عبارة عن ايه؟ مصفوفة بتتكون من صف واحد ومجموعة أعمدة، أو عمود واحد ومجموعة صفوف. يعني كمثال مثلا ممكن أقول مصفوفة C بتساوي مجموعة صفوف وعمود واحد، يعني كمثال مثلا 3 2 سالب 1. يبقى أنا كده عندي المصفوفة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن عمود واحد وثلاث صفوف. ممكن C دي برضو أمثلها بشكل تاني، عبارة عن صف واحد وتلات أعمدة، فهتبقى مثلا 3 2 سالب 1. النوع ده من المصفوفات بنسميه فيكتور. يبقى أنا كده أقدر أخوانا لو رجعت تاني للصورة العامة للمصفوفة أقول إن أنا أي عنصر من دول يعتبر سكيلر، وأي صف أو أي عمود يعتبر فيكتور، ومجموعة الفيكتورز مع السكيلر تديني المصفوفة الكاملة. يبقى هنا نقدر نقول إن السكيلر ده زيرو دايمنشن والفيكتور ده بيكون وان دايمنشن. الفكرة اخوانا بتاعت السكيلر والماتريكس والكلام زي كده توضح منين؟ توضح مثلا لو احنا هنمثلها بشكل مثلا هندسي. الشكل الهندسي بتاع السكيلر ممكن نقول السكيلر هو النقطة، النقطة تمثيلها هو السكيلر، لان هو ملوش اتجاه ولا ليه ابعاد. كذلك ممكن نمثل الفيكتور بان هو ممكن يكون قيمه عباره عن خط، الخط ده اللي هو بيبدا من نقطه وبيوصل لنقطه تانية، وبالتالي بيبقى ليه اتجاه واحد فقط، ولذلك حتى احنا بنسميه ايه؟ وان دايمنشنال. لكن نقدر نمثل بقى الماتريكس بعباره عن تو فيكتورز او متجهين. دي بس الفكره باختصار بتاعه المصفوفات. تعالوا بقى نبدا نتكلم في الجزئيه اللي جايه، العمليات اللي نقدر نعملها على المصفوفات. زي ما اتكلمنا قبل كده اخوانا، المصفوفات نقدر نطبق عليها العمليات الحسابيه بسهوله، زي عمليات الجمع والضرب والقسمة وكل التفاصيل دي. تعالوا دلوقتي نمسك عمليتين بس اللي هما عمليه الجمع والطرح، ونبدا نشوف ازاي نقدر نطلع منهم نتائج. بس لازم نحط في اعتبارنا ان المصفوفات اللي احنا هنشتغل عليها تكون ليها نفس السايز بالظبط، يعني عدد صفوف شبه عدد الاعمده في كلا المصفوفات. تعالوا بقى مع بعض نبدا نشوف مثال عشان الصوره توضح. يعني مثلا لو كان عندي مصفوفه مثلا ام 1 مثلا، والمصفوفه ام 1 دي يا سيدي قيمتها فيها الاتي: 5 مثلا، 12، 6، سالب 3، 0، 14. تمام، دي المصفوفه ام 1. تعالوا نشوف مثلا عندنا كمان مصفوفه تاني ام 2. ام 2 دي برضو عباره بالمناسبه عن صفين في 3 اعمده، كذلك ام 2 برضو هتكون عباره عن صفين في 3 اعمده، وهتكون عناصرها كالاتي: 9 8 7 1 3 سالب 5. دلوقتي احنا بقى عاوزين نجيب مجموع ام 1 زائد ام 2، وعاوزين نجيب الطرح بتاع ام 1 ناقص ام 2. الفكرة اخوانا باختصار في عمليات الجمع وعمليات الطرح بتاعة المصفوفات هو ان احنا بناخد كل عنصر بالعنصر المشابه ليه. يعني مثلا هنا خدت 5، هروح اجمع 5 على 9، طرحت 5 بطرح 5 من 9. يبقى هنا في عمليات الجمع هيكون عندي العملية شكلها ايه بالظبط؟ 5 و 9 كام؟ 14. 12 و 8 كام؟ 20. 6 و 7 13. يبقى احنا كده وجدنا الصف الاول. نشوف الصف اللي تحت: سالب 3 و 1 سالب 2، و 0 و 3 3، و 14 وسالب 5 هتكون 9. فعملية الطرح برضو نفس الموضوع بالظبط، همسك كل عنصر واشوف العنصر المقابل ليه. يعني هنا مثلا العنصر ده اللي هو لو انتم فاكرين A11، يبقى هنا العنصر ده ايه؟ A11، او M1 ده العنصر الاولاني فيه، وM2 ده العنصر الاولاني فيه. باخد كل عنصر مع المقابل ليه. ففي الحالة بتاعتنا مثلا في حالة الطرح هطرح العنصر ده من العنصر ده، ف5 ناقص 9 هتبقى سالب 4، و12 ناقص 8 هتبقى 4، و6 ناقص 7 اللي هي سالب 1، وسالب 3 ناقص 1 اللي هي هتبقى سالب 4، و0 ناقص 3 اللي هي هتبقى سالب 3، وبعد كده 14 ناقص ناقص 5 اللي هي 14 زائد 5 اللي هي هتبقى كأني بقول 19. فدي أول عملية عندنا اللي هي عملية الجمع والطرح. كده احنا خلصنا الجزئية. تعالوا نشوف عمليات الضرب، لأن الضرب فيه شوية تفاصيل.
اول نوع عندنا في عمليات الملتيبليكيشن للماتريسيز نوع اسمه السكيلر ملتيبليكيشن، يعني الضرب في قيمه سكيلر. زي مثلا ان انا اقول لك ايه، ان انا عندي مثلا مصفوفه 1 2 3 والمصفوفه دي انا عاوز اضربها في قيمه واحده بس، ولتكن القيمه عباره عن 3، يبقى انا ايه اللي هيحصل؟ هضرب 3 دي في كل عنصر في المصفوفه، فيبقى المصفوفه عندي هتبقى 3 و3 في 2 ب6 و3 في 3 ب9، يبقى كاننا ضربنا كل عنصر في المصفوفه بالعنصر بتاعه. دي اول نوع عندنا من انواع الضرب. النوع الثاني اللي عندنا اخوانا نوع اسمه الدوت برودكت. دوت برودكت وده عباره عن ايه؟ ان احنا عاوزين نضرب مصفوفتين في بعض او تو فيكتورز مثلا مع بعض. فدي ممكن نعملها ازاي؟ تخيلوا مثلا، نتخيل ان احنا عندنا مصفوفه 2 و8 وسالب 4 وعاوزين نضربها في مصفوفه 1 وسالب 7 و3. لما اجي اضرب الاثنين دول بعض ازاي احسب القيمه بتاعتها؟ ببساطه اخوانا هعمل الاتي. المصفوفه دي بالمناسبه هي عباره عن ايه؟ عباره عن عمود واحد في 3 صفوف، يبقى دي كانها 3 في 1 ودي برضو 3 في 1. بالمناسبه المصفوفه دي اخوانا لما اجي اضربهم في بعضهم دوت برودكت بيطلع عندي القيمه النهائيه بتكون سكيلر، مش بتكون اصلا مصفوفه. فلما اجي اضرب مثلا 2 فاروح بضرب العناصر المشابهه لبعضها، هضرب الاثنين في 1، بعد كده هضرب ال 8 في سالب 7، بعد كده سالب 4 في 3. فكان مثال هنا مثلا هقول ايه، وبعد كده بالمناسبه بجمع كل القيم دي، فهقول 2 في 1 دي اول قيمه عندي، زائد 8 في سالب 7 زائد سالب 4 في 3. لما تيجي تجمع القيم دي هتلاقي النتيجه النهائيه طلعت عندك قيمه سكيلر اللي هي هتكون تقريبا حوالي سالب 66. يبقى تاني كده لما اجي اضرب مصفوفتين مع بعض دوت برودكت او نوع من انواع الضرب اسمه الدوت برودكت، ده بيديني ان المصفوفتين بيكون ليهم قيمه واحده بس والقيمه دي بتكون سكيلر. تعال نتعرف على نوع اخير من المصفوفات اللي هو ضرب المصفوفات بعضها بحيث تديني مصفوفه في الاخر، او ما يسمى بالكروس برودكت. تعالوا مثلا نشوف ان احنا هنضرب مصفوفتين ببعض، ولتكن مثلا عندي المصفوفه الاولى 5 12 6 سالب 3 0 14. المصفوفه دي خدوا بالكم هنا احنا لازم ناخد لبالنا من الحجم بتاع المصفوفه. فالمصفوفه بتاعتي دي يا اخوانا كام في كام؟ دي عباره عن صفين في 3 اعمده، فدي 2 في 3. عاوزين نضرب المصفوفه دي في كام بقى؟ عاوزين نضربها في مصفوفه قيمتها 3 في 2، عندنا 3 صفوف في عمودين. بالمناسبة لازم يكون عدد الأعمدة في المصفوفة الأولى يناظر عدد الصفوف في المصفوفة الثانية عشان تقدر عملية الضرب تتم بسهولة. 2 8 3 وسالب 1 0 0. عاوزين بقى نضرب الاثنين دول في بعض. عملية الضرب هنا بتتم ازاي عشان في الآخر يطلع لي الناتج برضه يكون عبارة عن مصفوفة؟ بالمناسبة الناتج بتاع ضرب المصفوفتين دول مع بعض بيكون هو الناتج اللي باقي اللي هو 2 في 2. يبقى احنا تاني نتأكد ان عدد الأعمدة في المصفوفة الأولى يساوي عدد الصفوف في المصفوفة الثانية. شايفين واخدين البال حضراتكم؟ والناتج عندي بيكون عبارة عن 2 في 2. يعني أنا لو هطلع الناتج كده في الآخر فهو بيكون عبارة عن مصفوفة قيمتها 2 في 2. بس خلينا نرجع نشوف عملية الضرب نفسها بتتم ازاي. كل اللي بيحصل ان انا باخد العنصر ده واروح اضربه في القيمة المقابلة ليه، يعني 5 هضربها في 2 وبعد كده اروح جمع عليها 12 في 8 وال6 في 3، ونفس الكلام اروح عامله مع باقي العناصر تاني. هتلاقي ان القيم اللي طلعت عندك هتكون كالاتي، ممكن تجربها بنفسك، هتوصل ل 124 ده القيمة الأولى، لأن أنت لو ضربت 5 في 2 ب 10 و 12 في 8 ب 96 و 6 في 3 ب 18 لو جمعت كل ده مع بعض هيطلع القيمة 124. كذلك برضو لو ضربنا الخمسه دي هنروح نضربها مره تانية في سالب 1 وهنضرب ال 12 دي في 0 وهنضرب ال 6 في 0 فهيبقى عندي القيمه هنا سالب 5. نفس الكلام نطبقه على الصف اللي تحت فتطلع عندك القيم 36 و3 وتقدر تجربها بنفسك عشان الصوره توضح. ده يمكن كل اللي كنا عاوزين نقوله في الموضوع بتاع اللينير الجبرا او الجبر الخطي او موضوع المصفوفات. ويمكن ان شاء الله تعالى لما نبدا نتكلم عن لغه برمجه مثلا زي بايثون او ار هتلاقوا تطبيق كبير للموضوع ده. وبكده يبقى احنا الحمد لله رب العالمين خلصنا الكلام على المبادئ بتاعه الجبر اللي انت لازم تكون عارفها عشان تبدا تشتغل في علوم البيانات. وان شاء الله تعالى في الفيديوهات اللي جايه هنبدا بقى نتكلم عن المبادئ بتاعه الاحصاء والاحتمالات اللي لازم تكون عندك عشان تقدر ان شاء الله تعالى تفهم الدنيا في موضوع علم البيانات بشكل كبير، وان شاء الله تعالى توصل لنتائج كويسه. يا رب دايما نكون عند حسن ظنك، واستنونا ان شاء الله تعالى في الفيديو الجاي ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.